السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اعزائي المحترمين في المستوى الثاني، لقاءنا اليوم 11 مع موضوع جديد في مقرر البكتيرولوجي، وموضوعنا اليوم هو جينس هيموفلاس. جينس هيموفلاس يحتوي على تو سبيشيز. الاول هيموفلاس انفلونزي، والجينس الثاني والسبيشيز الثاني هيموفلاس دكري. هيموفلاس دكري والمعروف به المدثرات. نورمال هابيتات، اين يعيش الهيموفلاس في جسم الانسان؟ هيموفلاس انفلونزي موجود فورم از ذا بارت اوف ذا ابر ريسبيراتوري تراكت از نورمال فلورا، موجود في الجزء العلوي من الجهاز التنفسي يعيش معيشة طبيعية. اوكي، هذه النورمال فلورا. نشوف الباثوجينيسيتي، الباثوجينيسيتي الامراضية. نبدا بهيموفلاس انفلونزي. Minority of the hemophilus influenzae strains are capsulated types. النوع المتكبسل فقط لا غير هو الذي يسبب إمراضية، وهو type A to F. The most serious hemophilus infection occurs mainly in young children. أغلب الإصابات بالهيموفلاس انفلونزي والكابسوليتد اونلي وسيروتايب اير تو اف، وهو يصيب الأطفال أغلب الإصابات عند الأطفال. It is usually bacteremic and are almost always due to types B strains they include. واكثرها هي البي، وجدوها البي، قلنا الكبسوليتد من ا الى اف، ا بي سي دي اي اف 5، واكثرها اظهاريه اليو بي. عزلوها عند الاطفال وجدوها تسبب التالي. ما هي الامراض اللي سببوها تايب بي؟ بيجينيك تاجنت بيرونت منينجيتس، التهاب متقيح في سحايا، التهاب السحايا المتقيح، بمعنى اخر التهاب السحايا المتقيح. نعم رايت. اثنين اكيوت ايبو جليتيتس، التهاب اللهاه، التهاب اللهاه اللوزة الثالثة. تمام، التهاب اللهاه اللوزة الثالثة المعلقة في رأس الحرب. أيوة نعم، يعني أسباب التهاب اللهاه يكون مسؤول عنه الهيموفلاس انفلونزي. طالما انه موجود كالورمال فلورا في الجزء العلوي من الجهاز التنفسي ممكن يصيب اللواء. عرفت اللواء المعلقه اللي موجوده في سحب الحلق، معلقه هذه اللواء مش لسان المزمار، لسان المزمار تحت، مش لسان المزمار، لسان المزمار موجوده بين القصبه الهوائيه وبين المريء، وانا اتنفس تسد مجرى الطعام، وانا ابتلع تسد مجرى الهواء. اوكي، هذه لسان المزمار، لكن هذه ليست لسان المزمار، هل اسمها اللوها او يطلق عليها اللوزه الثالثه، موجوده في سقف الحلق معلقه. اوكي، بالتسمية الشعبيه يسموها الكذبه، بالعامه، بالعاميه تسمى الكذبه. تمام، طيب تايب بي اكيوت انفلاماتوري سويلينج وتسبب التهاب وتضخم اللهاه. اوكي،
ونيبرينج ستراكشرز وما حولها، التهاب الرهاق المعلقه في سقف الحوض وما حولها. والسبب تسبب هذه الحاله دائما سعال مستديم، وطبعا باتباع السعال عند الاطفال تقيؤ، لان كثره السعال بيضغط على المعده الى حد ما يتقيأ. سبب التقيؤ ليس غثيان ولكنه بسبب ضغط المعده على المعده، ضغط الحجار الحاجز على المعده عشان يخرج هواء. التهاب الرهاق سبب اثاره شديده جدا، تحسس في المنطقه نفسها، واثناء حركتها مع السعال تخبط هنا وتخبط هنا، تتحرك وتدلى، تستطيل وتلتهب تبقى حمراء، واثناء السعال تتحرك يمينا ويسارا في جو سقف الحرق وسبب اثاره تحسس، فتؤدي الى المزيد من السعال ويتبع هذا السعال تقيؤ، يتبع هذا السعال تقيؤ، ولا يستطيع ان يقف السعال الا عندما يتعب ينهك من كثره السعال، يبدا يسترخي ويتوقف السعال. اوكي؟ كان سابقا طبعا للطرد الشعبي يعملون هاتين استئصال للجزء السفلي حتى عند الحلاقين بواسطه مقص، هذه بالطرق الشعبيه الطب الشعبي. حلو. حاليا اعطاه مضادات حيويه مضادات تسعر للسعال والتحسس، فبالتالي المريض يمكن ان يتحسس. اما كذا فتجد المريض دائما يسعر بدون سبب وما في اي مشكله عنده بالرئه. المشكله فوق سقف الحرق. تمام. اوكي. ماي كوز فيتال اير وايز اوبستركشن كوميونيكيشن سيبتيسيميا، وقد يؤدي ذلك الى تضخم منطقه الجزء العلوي من الجهاز التنفسي، ويؤدي الى الاختناق، بالاضافه الى تسمم في الدم. واكيد الاختناق يؤدي الى الموت، اكيد تمام. اختناق يؤدي الى الموت، ويمكن ان يكون من مضاعفه المرض وجود سيبتيسيميا. ايوه. الهيموفلاس يا شباب اخطر انواع البكتيريا المسببه للامراض الصحيه. الهيموفلاس احد البكتيريا المسببه لالتهاب السحايا، وتعتبر في المرتبه الاولى من حيث الخطوره. الهيموفلاس انفلونزي اكثر انواع البكتيريا خطوره في التهاب السحايا. تاخذ المرتبه الاولى من سابق، قد اخذنا كثير من البكتيريا اللي درسناها من قبل سبب التهاب السحاب، ولعلنا اخذنا الاسبوع الماضي واحده منهم. ما هي اكرام؟ نيسيريا. من انجيتيس برضه تسبب التهاب سحايا، لكن هذا اخطر منها. هيموفلاس انفلونزي اخطر منها. يمكن تسبب برضه سليتس، بيجينك ارثريتس. تمام. التهاب خلوي والتهاب مفصلي والتهاب جفن العين والاذن الوسطى والتهاب رئوي. اوكي. هذه ممكن ان نسببها هيموفلاس انفلونزي. تعالوا نشوف هيموفلاس دكري اهو. هذا طبعا النوع لا يسبب التهاب في الجزء العلوي من الجسم، لا في الصدر ولا في السحايا ولا في الحلق كذلك. مرضه يقال فينرال ديزيز جنسي. هيموفلاس انفلونزي مرض جنسي، ويسبب التهاب في المنطقه التناسليه عند الجنسين، مسببا تشينكرويد ندبات، يسبب ندبات ناعمه وبايون فول مؤلمة جدا. ندبات بالبرين يقع عليها حبوب على منطقة الفرج، وهذه الحبوب لو ضغط عليها بقلم رصاص ولا بأي عود خشب حتى يشعر المريض بألم شديد جدا. اوكي. هذه التشنكر تحتوي على الهيموفلاس دكري، وسميت بالمدثرات. المدثر يعني المغطى رايت.
لابراتوري دايجنوزيس لانها تغطى لابراتوري دايجنوزيس الاسم الطاق من الصدى بس اوكي هي تختلف طبعا عن مرض اخر جنسي اخذناه طبعا او بناخذه هنا لازم ناخذه اللي هو تكلمنا عنه في المناعه اللي هو الزهري الزهري يختلف شويه عن الزهري كلهم يسموه شنكر لكن هذا الشنكر حقه سوفت بينما حق الزهري يبدا سوفت شنكر وبعدين هارد شنكر هارد شنكر ولا بيعطي حكه كبيره جدا هذا حكته بسيطه جدا مقارنه بالحكيك الذي يمكن او الحكه الذي يمكن يسببها كلا المرضين رايت لابراتوري دايجنوزيس التشخيص المخبري نازو فرنشيال سبيسمن نخاع لا مسحة من الحلق وعينة من الدم و سي اس اف في حالة وجود نعم والعينة من حق السي اس اف يمكن ندرس منه سيلولار خلايا ان شاء الله وهذا بيكون ان شاء الله موضوعنا بكره بالسوائل الجسم ان شاء الله رايت وبيوكيميكال عشان نعرف السكر والبروتين وما الى ذلك رايت طيب والبص كذلك في حالات وجود تقرحات للجهاز التناسلي في حالة الإصابة بهيموفلاس ميكروسكوبي هيموفلاس سبيسيز ار سمول نان موتاي جرام نيجاتيف كوكو باصل لاي شورت باصل لاي شورت باصل لاي كوكو باصل لاي نان موتاي اوكي طبعا صام سترينز جيت كبسوليتد وعرفنا في منها يمكن تعمل كبسول بالنسبه لهما فاز البرونزي وهي المربع. بس الكبسله من هيما فاز البرونزي هي المربع فقط. اوكي؟ وعرفناها من A الى F واخترها B. رايت. ماست بي كالتشر از سون از بيسبل سبيسيمين كولكشن. تزرع العينات في حال جمعان مباشره ولا اخرى بسبب ضعف البكتيريا اللي يمكن ان تموت بالجفاف او بسبب أشعة أو حرارة أو ما شابه ذلك تجمع العينة في المختبر في الحال وتزرع في الحال بس في قصة غريبة أتكلم عنها إن شاء الله في طريقة زرع هذا الأورجانيزم رايت في مفرز انفلونزي جرو بيتر إيربوكل تنمو أفضل هوائيا من لا هوائي ويحتاج إلى وسط غني مثل الشوكليت أدار زيه زي السيريا السيريا بشكل عام السيريا بشكل عام تكلمنا عليها في اللقاء الماضي انها تحب الكربون دايوكسيد وكذلك حتى السريفنيمومان اللي اخذناها في الترم الماضي هيموفلاس انفلونزي يحب الشوكليت اقل وكربون دايوكسيد ريتشمنت اتموسفير ثاني اكسيد الكربون يجب ان يوضع حول الوسط والكلام هذا تكلمنا عنه كيف يمكن أن نحضر السي أو 2 صح يا أحلام كيف نحضر السي أو 2؟ ما أحلام السي أو 2 عشان نحصل على في زراعة البكتيريا كيف نحصل على السي أو 2؟ إنجاز ها منا سمعينا السي أو 2 كيف نحصل على ها أسامة سيؤدو ناخذ كم نشغل ناخذ كنتيجا نوضع الطبق من كنتيجا تكلمنا على الموضوع هذا كثير ونوضع على الشمعة مش عارف الشمعة الشمعة هذه حالة فتحرك جزء من الاكسجين وما تطلق لنا ثاني اكسيد الهواء الموجود حول الاطراف الان يحتوي على نوعين من الغازات ما هو؟ حميد؟ نيتروجين؟ لا 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 اكسجين الان سالب زي الكربون
اكسجين وثاني اكسيد الكربون. لا كده تجيب الاكسجين قلنا في الان ايروبيك سيستم. الله ما يدقق منهم لا يعلمون. طيب طبعا تحضن الاطباق في درجه حراره كبقيه البكتيريا بين 35 الى 37 الا ان الهيموبلاس سبيشيز لا ينمو على البلاد اجار الا بوجود تو فاكتور اللي هو في فاكتور اند اكس فاكتور. في فاكتور اند اكس فاكتور هذا ضروري الفاكتورين لنمو الهيموبلاس سبيشيز فاكتور دي اند اكس. وطبعا عند تحضير الوسط الخاص بهم يجب اضافه الفاكتور بي واكس الى الميديا اوكي. وعلى البلاد اجار ممكن ينمو على البلاد اجار مع اضافه بعدين ما نشوف البنكوميسين مضاد حيوي قاتل لكثير من البكتيريا اللي ممكن ان ترابطه من العينه التي ستبدا منه اوكي. كثير من البكتيريا الموجوده في الحلق وهي المكورات بشكل عام سواء كان ستاف وشركائه او السيرك وشركائه اوكي. البنكوميسين تكون حساسين له بينما الهيموفلاس ريزيستنت له ممكن ان نمنعه. طيب فاكتور اي وبي صناعيا يمكن ان نشتريه او يحضر صناعيا ويضاف الى الميديا. فاكتور دي واكس اوكي. لكن معانا طريقة أخرى لزراعته سهلة. نزرعه مع الاستاف اوريس. الاستاف اوريس له المقدرة على إنتاج البي والإكس اوكي فيمد الهيموفلاس بما هو ناقص عنده فيسلفه قارب جيران. والعملية تسمى بالساتيليتيزم التبعية أو المدارية. ساتليتيزم ساتلايت تمام الفضاء او التبعيه. هنا حتى مستعمرات الاستاف اورياس الموجوده على زرع على طبق البلاط اجار استاف اورياس ونزرع بجانبه الهيموفلاس فبالتالي ينمو الهيموفلاس بمساعده الاستاف اورياس اللي زودوا فيه البي والاكس فاكتور اوكي. سنلاحظ قاعده التسميه الساتليتيزم التبعيه او المداريه زي المجموعه الشمسيه الشمس من حولها الكواكب. سيكون مستعمرات الاستاف اورياس موجوده على الطبق ومن حولها مستعمرات صغيره جدا شبيهه برذاذ الماء الا وهي هيموفلاس الا وهي هيموبلاس. رايت سهل العمليه. يا اما نوفر البيولكس صناعيا نضيفه للميديا واما نستعين بالاستاف اورياس كي ينمو الى جانبه الهيموبلاس بحيث باستطاعه استاف اورياس مده بما ينقص عنده يسلفه ثلاثه. ايش استاف اورياس؟ قلنا انه لو قال مقدره على انتاج الدكتورات الاثنين عوامل تمام بيولكس ايه رايت. والعمليه زي ما قلنا بساتيليتيز اوكيشنالي ات بيسبل تو بي ريكويرد اورجانيزم باي يوزنج شوكليت اجار كونتينينج فانكومايسين از اسيلكتيف ميديا اوكي. البيوكيميكال رياكشن اوكي عادة لا نحتاج الى البيوكيميكال في حالة الهيموفلاس ليست ضرورية اوكي. ما يميزه واحد نمو على سلكتيف ميديا. رقم اثنين ما ينمو الا بوجود العامل بي و اكس اوكي. الثالث يمكن مشاهدته حول الاستاف اورياس كمجموعة مدارية أو تبعية كوكو باسلاي سمور كولونيز كلارليس كولونيز قلنا زي رذاذ الماء زي قطرة الندى ماء ليس له لون كما تقول ماء أبيض
عديم اللون، اوكي؟ كل هذه المواصفات كوكوبا جرام 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 نيجاتيف كوكوبا صلاي، اوكي؟ اذا هذه الصفات كلها لا تجتمع الا في بكتيريا يطلق على اسمها هيموفلاست سبيشيز. هيموفلاست سبيشيز. سيرولوجي طبعا موجود F and D and type B is major strains using meningitis other causing biochemical disease bronchial disease are non encapsulated. عادة المجاميع المسببة للأمراض وهي encapsulated لها فحوصات مصرية، وطبعا هذه مهمة جدا في حالة انتشار وباء ما يمكن التعرف على الأورجانيزم قبل عملية التزريع، لأن الحالة خطيرة. المنينجيتس يمكن لا تمهل المريض مدة 24 ساعة، والمزرعة تحتاج إلى 3 إلى 4 أيام، فبالتالي نستعين بالفحص المصري لأنه سريع جدا، يمكن يعطينا نتيجة خلال نصف ساعة فقط لا غير. فبالتالي تشخص الحالة ونشرع بإعطاء المرض الدواء قبل تفشي المرض وقبل أن يهلك المريض. الفحص المصري؟ الفحص المصري؟ لا مش مزرعة. خذي سيرة من المريض وفحصي عن F تو F. كاسيت متوفر بالليزا متوفر في طرق كثير مصرية متاحة للكشف عن السيروتايب اوف هيموفلاس انفلونزي من A إلى انتبودي. اوكي طيب فاينالي انتي بيوغرام سنسيتيفيتي المضادات الحيوية الخاصة بالستاف عسري بالنسبة للهيموفلاس. ايش بيصير نشوف الهيموفلاس؟ اولا انفلونزي كلورونكينيكول امبسيلين تتراسيكلين ارثروميسين اند كو تريمكسازول، هذه فعالة ضد الهيموفلاس انفلونزي. اوكي اما المقاومة له فهي تقاوم البنسلين، تقاوم البنسلين وبعض الاسترس كذلك تقاوم الامبسلين. بنسلين هذا غير فعالة بالنسبة لهيموفلاس انفلونزي. نشوف دكري هيموفلاس دكري يوجوالي سنستيف تو سلفانامايتس اند امبسلين. سلفانامايتس اند امبسلين رايت. وطبعا نفرق بينهم بالعينه التي يدعو عنها، اذا جمعت من المناطق التناسليه فستصادف هيموفلاس دكري، وهيموفلاس دكري بتعمل له كمان اللازم. ما هو اللازم؟ فاكتور اف اند اكس بزرعه على وسط يحتوي على فانكوميسين بالاتاجر على فانكوميسين، او تعمل له كمان التبعيه بالنسبه للستافوريال وتحصل سمول كولونيز كلارلس كولونيز الراوند الى ستاف اورياس كولونيز رايت. الى ان نلقاكم ان شاء الله في لقاء قادم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.